16 ans, 2002. في العام 2002 كنت عميدا، وحينها كانت المرة الأولى التي تبلغ فيها السنغال نهائيات كأس العالم. كنت محظوظا في التواجد إلى جانب ذلك الجيل الرائع. بعدها شاءت الأقدار أن أصبح اليوم مدربا للمنتخب السنغالي. لا أعتقد أنني منزعج، فأنا أظن أن المسألة مرتبطة بالخلفيات، فلا شيء كان سهل بالنسبة لي. لا أحب الحديث عن نفسي وعن حياتي. أنا جئت من منطقة جنوب السنغال تدعى لاكازمانز، وهي عبارة عن حي شعبي، والعيش هناك لم يكن هينا، كما أنني تربيت في أسرة متوسطة وليست بالغنية، وأعرف ما يعنيها الفقر والبؤس. عشت في وسط اجتماعي تلقينا فيها العديد من القيم كالإخلاص والاستقامة والكرامة واحترام الآخرين. وبالعودة إلى الانتقادات، لا يمكنني القول إنها لا تزعجني، بالعكس فهي تؤلمني، فأنا إنسان قبل كل شيء، خاصة الانتقادات الغير منصفة والبعيدة عن الواقع. ولكن كما ذكرت، هذه هي طبيعة هذه المهنة. المهم بالنسبة لي أنني أتوفر على طاقم رائع، وأشتغل مع أشخاص يفهمون جيدا فلسفتي في التدريب ويعرفون جيدا ما هي طموحاتي، برفقة أيضا لاعبين أوصيهم دائما على المعركة التي نود أن نخوضها جميعا وتحقيق ما عجزنا عنه في الماضي، وذلك بالنظر إلى تجربتي كلاعب وعميد رفقة أسود الترنجا، وهو ما منحني الشرعية لتمرير الرسالة إلى الجيل الحالي. Donc j'estimais que j'avais quand même assez de légitimité pour un moment donné transmettre. Mais il faut toujours rêver. Voilà, il faut les Anglais disent think big and dream big. دائما أن نحلم. الناس يقولون يجب أن تفكر جيدا وأن تحلم بشيء كبير، وأنا متفق مع ذلك، ولكن عليك أن تبدأ من الصفر. علينا تفادي تأجيج وضعية الفريق، وعلى الجماهير ألا تضعنا في ثوب المرشح، لأننا قبل 16 عاما بلغنا ربع النهائي، وهذا الأمر سيكون بمثابة خطأ فادح من قبلنا. إن اللعب في الأندية الكبرى لا يضمن لك بالضرورة منتخبا كبيرا، ولو كان الأمر كذلك فلماذا فاز إيرفي رونار بكأس أفريقيا مع زامبيا؟ يجب أن نبقى على حالنا، وأعتقد أن التواضع جزء من أدواتنا واستراتيجيتنا وجزء منا نحن كذلك. الآن إذا بحثنا عن شيء آخر غير شخصيتنا وحاولنا لعب كرة قدم لا تناسبنا نحن، هنا المهمة ستكون معقدة. أنا إنسان مؤمن بالثقة في النفس، وأعشق أيضا الأشخاص المتواضعين، والتواضع هنا لا يعني انعدام الثقة أو غياب الطموح، بالعكس كلنا طموح، ولكن لا يجب اعتبارنا من المرشحين. Ne pas avoir de l'ambition. On a de l'ambition. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous mettre dans la position de favori.